بسم الله الرحمن الرحيم. روى ابن ابي الدنيا رحمه الله عن مجاهد من حديث مجاهد كبار التابعين رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، في الصباح علت له الاعمال الصالحه يوم القيامه الا من زاد عليه، ومن قالها في المساء كانت له عدل قيام كانت له عدل كانت له عدل قيام ليلة قيام ليلة حتى الصباح. زور قيام ليلة حتى ده مرة واحدة. لو انك قلت هذا الذكر 100 مرة يكتب لك قيام 100 ليلة بلا مبالغة. وروى الإمام الدالمي والإمام المتقي الهندي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحة في يوم الجمعة أفضل من 1000 تسبيحة، وركعتان أفضل من 1000 ركعة. بمعنى إيه؟ معناه إن ثواب أي عمل صالح بيتضاعف في يوم الجمعة أكثر من 1000 ضعف، لأنه أفضل عند الله سبحانه وتعالى من عيد الأضحى ومن عيد الفطر. عيد الأضحى اللي هو اليوم العاشر من أيام النحر اللي فيها اليوم بألف يوم، إلا يوم عرفة بعشرة آلاف يوم، وليلة القدر بتلاتين ألف ليلة أكتر. شوف بقى الثواب العظيم. لو أنت قلت الذكر ده 100 مرة ليلة الجمعة يكتب لك قيام 100 ألف ليلة بلا مبالغة وأكتر كمان. ليه؟ لأن ثواب يوم الجمعة بيتضاعف أكتر من 1000 ضعف. بس كان لو أنت قلته في ليلة عادية بيتكتب لك 100 مره هيتكتب لك قيام 100 ليله، يبقى انت لو قلت في ليله الجمعه اضرب الثواب ده في اكتر من 1000 يبقى اكتر من 100000 ليله. وايضا طبعا لو قلت هذا الذكر 200 مره، لو قلته 200 مره صباحا ومساء طبع يوم القيامه وجهك مضيئا كالبدر في تمامه. فيا ريت كلنا نكسب من هذا الذكر قدر المستطاع الصباح وفي المساء بعد العشاء، خاصه ليله الجمعه، خاصه ليله الجمعه. قول قولي هذا، استغفر الله لي.